الله وبركاته. وعليكم السلام دكتورة شيماء، حاجة اتفضلي يا دكتورة. النهارده الورك شوب بتاعتنا بنتكلم فيها عن مبادئ الجودة، أو بمعنى آخر يعني إيه أصلا جودة. الأول برحب بكل اللي حضروا، شكرا ليكم، وأحب أفتتح إن شاء الله الورك شوب بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل، وفي رواية: إن الله يحب من العامل عملا. أي بحسن. ليه بدأنا بالحديث ده؟ لأن أي حاجة السلام إحنا عليكم بنعملها في حياتنا لازم دكتورة نتأكد شيماء، السلام أو عليكم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى إن يكون عمل ربنا يتقبله، سواء مذاكرتنا، دكتورة سواء شيماء، علاقتنا بأسرتنا، علاقتنا بأخواتنا، علاقتنا بأصدقائنا، كلها تعتبر أعمال نسأل الله سبحانه وتعالى فيها القبول. فما دكتورة بالنا شيماء، بعمل بعد إذن حضرتك العمل ده بيكون يخدم مش الكلية بس، بل يخدم المجتمع كله، وبالتالي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله. دكتورة شيماء، العمل حضرتك اللي سامعاني؟ هنتكلم عليه النهارده هو الكواليتي، أو بمعنى آخر الجودة. يعني إيه الجودة؟ ويعني إيه مفهومها؟ ويعني إيه منظور الجودة؟ ورؤية الطلبة ليها، ورؤية أعضاء هيئة التدريس ليها، ورؤية المجتمع الخارجي للجودة. زي ما شفنا في السلايد دلوقتي وهي نازلة كده تنزل فيه، بصمة في المكان اللي بتنزل فيه، لأنها لو إحنا بدأناها صح واشتغلنا على أساسها شغل صح، إحنا هنطلع بعملية تطوير وعملية تحسين لكل المجالات بتاعة الكلية أو مجالات العمل، سواء إحنا بنشتغل في الكلية، سواء بتشتغلي في مثلا في مصنع، سواء بتشتغلي في شركة، أيا كان. المفروض النهاردة من أهداف الورشة بتاعتنا إن إحنا نخرج عارفين كذا نقطة. السكرين باينة عند حضراتكم؟ لا يا دكتور، مش باينة. لا يا دكتور. دكتورة شيماء، بعد إذن حضرتك اعملي شير للسكرين من عند حضرتك. معذرة، ما كنتش عارفة إن هي مش بتعمل برزنتيشن. طيب، أهداف ورشة العمل بتاعتنا هنتكلم النهاردة عن كذا نقطة، الثمان نقط دول إن شاء الله نحاول نغطيهم بإذن الله في الورشة. أول حاجة عايزين نعرف نشأة وتأسيس الكلية، نتكلم عن الرؤية والرسالة للكلية بتاعتنا، الغايات والأهداف، بعض المفاهيم يعني إيه الجودة، وإيه دور وحدة ضمان الجودة، وليه احنا بنأكد على ان التعليم يبقى فيه جودة، ولو احنا طبقنا الجودة صح ايه النتيجة اللي احنا هنحصل عليها، ويا ترى دورنا ايه او دور كل فرد في نشر ثقافة الجودة. لو هنتكلم عن نشأة وتأسيس الكلية، اول حاجة ان الكلية اول ما انشأت سنة 93، وكانت اول دفعة دخلت الكلية. الدفعة دي بعد 5 سنوات تم تخريج 88 خريجة، ولكن في العام 2021 كان عدد طالبات مرحلة البكالوريوس 1381 طالبة. كانوا متقسمين ال 1381: بكالوريوس الصيدلة 895، الفارمي دي 435، الكلينيكال 51. كان عندنا 35 وافدة من 17 دولة مختلفة، وكان عدد الخريجات مع نهاية عام 2021 كانوا 324 خريج. أما بالنسبة لطالبات الدراسات العليا، 55 طالبة منهم 39 من ماجستير و16 دكتوراه. كان متوسط عدد الخريجات لغاية عام 2021 من أول أن ما نشأت الكلية لغاية 2021 13 ألف خريجة.
من يناير 2017 لغاية يوليو 2021 تم مناقشة أو تم منح الماجستير ل 138 طالبة، وتم منح الدكتوراه ب 95 طالبة. طبعا الطالبات كلهم، انا بنحاول نعرف من الاول حاجات كلها اللي عندنا، لان طبعا بالذات طالبات الفرقه الاولى ما بيبقاش عندهم معلومات كافيه بكل الحاجات اللي عندنا في الكليه. طيب ايه اصل الاعتماد، او ليه بنقول بنسعى لاعتماد الكليات او ان الكليه تجدد اعتماد بتاعها لو كانت خدته مسبقا؟ الاعتماد او الاكريديتيشن ده معناه ان في، احنا في عندنا الاول هنا في جمهوريه مصر العربيه في الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد، ودي هيئه انشئت ومستقله بذاتها، انشئت علشان تدي اعتماد للكليات او للمعاهد او غير ذلك او المدارس، المهم كل الحاجه التعليميه. انشئت الاكريديتيشن او الاعتماد هي عباره عن انها بتعترف ان الكليه بتاعتك او المؤسسه التعليميه متمكنة من كل معايير الجودة في كل المراحل التعليمية، أو بمعنى آخر إنها مطمنة على الطلبة وهم داخلين المكان ده، سواء مدرسة أو سواء كلية. وبالفعل الكلية حصلت على الاعتماد الحمد لله في 2018، 25/6/2018 كان ده تاريخ حصول الكلية على الاعتماد، وتم اعتماد كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر. ايه الرؤية وايه الرسالة للكلية؟ اكيد اي مكان في الدنيا بيقدم خدمة، احنا بنقدم الخدمة لمين؟ للطلبة وللمجتمع المحيط، وطبعا برضو اعضاء هيئة التدريس. طيب الرؤية بتاعت الكلية بتاعتنا ايه، او الرسالة بتاعت الكلية ايه؟ الرؤية بتاعتنا تسعى كلية الصيدلة بنات جامعة الازهر ان تكون الافضل بين نظيراتها في قطاع الصيدلة في العالم. اما الرسالة، تعمل كلية الصيدلة بنات جامعة الازهر على تخريج صيدلانيات قادرات على المنافسة في سوق العمل وريادة الأعمال، كما تعمل على جذب الطالبات الوافدات استناداً إلى برامجها التعليمية وأنشطتها البحثية وخدماتها المجتمعية، وتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تحت مظلة من تعاليم الدين الإسلامي وأخلاق مهنة الصيدلة. بمعنى أن الرسالة دي معناها أنها مش رسالة كلام قلناه دلوقتي وحطناه في سلايد، هي أمانة قدام ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا لازم نأديها على أكمل وجه ونتأكد فعلاً إنها اتأدت. طيب ليه نجذب طالبات الوافدات؟ لأن إحنا لما بنجيب الوافدات عندنا في الكلية أو بيزيد عدد الوافدات في الكلية، معناها إن إحنا قدرنا ننشر الرسالة بتاعة الكلية وننشر أهداف الكلية والأنشطة بتاعة الكلية في كل بلاد العالم، لأن الوافدات دول يعتبروا سفراء للكلية بتاعتنا في كل البلاد العالم. أما بالنسبة للغايات وأهداف بتاعة الكلية، أهم حاجة إحنا عندنا أربع غايات للكلية بتاعتنا. الغاية الأولى فيها إن إحنا بنرتقي بالتعليم، وبنحاول إن إحنا نوفر البيئة التعليمية اللي فعلاً تخلي الخريجات بتوع الكلية يقدروا إن هم ينافسوا في سوق العمل. طيب هم هينافسوا في سوق العمل بإيه؟ هل هينافسوا بالتعليم اللي هم تعلموه بس؟ ولا هينافسوا كمان بحاجات تانية؟ لازم بكل، يعني نرتقي بالخريجات بين كل المجالات، سواء ان احنا نعمل workshops، سواء ان احنا نعمل لهم تدريب، سواء ان احنا نعمل لهم دورات في حاجات معينة هم محتاجينها. كل الحاجات دي بتنمي عندهم مهارات وبتنمي قدرات، وبالتالي يقدروا فعلا ينافسوا في سوق العمل بره. الحاجة التانية، الغاية التانية بتاعتنا، رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الأكاديمي والإداري. من أساسيات برضو الكلية إن إحنا لازم نطور من الجهاز الإداري بتاعنا ومن أعضاء هيئة التدريس، وإن كل عضو هيئة التدريس لازم يطور من نفسه بإنه هو بيبحث على النت، بيحاول ياخد دورات أكتر، بيحاول يعمل workshops أكتر، فكل ده بيرفع كفاءة الكلية عندنا. وأعضاء هيئة التدريس في الكلية الحمد لله ولله الحمد دايما الـ سواء الـ يعني كل التقييمات بتاعتهم من الطلبة والفيدباك اللي بيجي من الأطراف المجتمعية، إن كلهم الحمد لله يعني بيقولوا في أعضاء هيئة التدريس أشعار، يعني الحمد لله ولله الحمد. بالنسبة للغاية الثالثة، إن إحنا بنسعى لتحسين العملية البحثية أو العملية يعني تطوير الأبحاث بما يواكب المجالات الحديثة في قطاع الصيدلة، لأن دايماً إحنا عارفين دلوقتي مثلاً بقى في الصيدلة الإكلينيكية ما كانتش موجودة قبل كده، فبقى دلوقتي مفتوح الصيدلة الإكلينيكية، وفي كمان الصيدلة الإشعاعية والصيدلة الجينية، اتفتحت مجالات كتير جداً 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 في مجالات الصيدلة، وبالتالي لازم الأبحاث العلمية اللي أعضاء التدريس بيقوموا بإعدادها لازم تكون أبحاث علمية
تواكب العصر الحديث أو تواكب التطورات بتاعة قطاع السيطرة. آخر حاجة، دعم وتعزيز المشاركة المجتمعية. من الغايات بتاعتنا إن إحنا لازم يبقى عندنا اشتراك مع الأطراف المجتمعية. طيب هنشارك معاهم في إيه؟ هنشارك معاهم زي ما عملنا حملات التوعية زي بتاعت المضاد الحيوي عقار مش فشار أو سوء استخدام المضادات الحيوية. هنشارك معاهم زي ما عملنا حملة توعية قبل كده عن إزاي نطبق الإجراءات الاحترازية خلال جائحة كورونا. كل دي تعتبر مشاركة مجتمعية. قوافل طبية بقى، مثلا حملات تبرع بالدم، أي ورش عمل نقدر ننزل بيها الأماكن، في مصانع، في مستشفيات، في صيدليات، عند المرضى، كلها تعتبر مشاركة مجتمعية. ودي من رسالتنا، لأن احنا بنقول خدمة المجتمع. طيب لو عايزين نعرف ايه بعض المعلومات عن الجودة او ايه بعض المفاهيم عن الجودة، لو ممكن تكتبوا في التشات بوكس كل واحد يقدر يقول ايه عن الجودة او مفهومه ايه منها او معنى الكلمة بتاعتها اصلا ايه. دقيقة واحدة بس كل واحد يكتب اللي هو شايفه من وجهة نظره. جميل الإتقان والدقة. طيب تعالوا نشوف مع بعض قالوا إيه عن الجودة أو إيه مفاهيم الجودة. دكتور معلش أنا معلش يعني إيه جودة؟ تبقى مقياس للتميز، ممكن تبقى ازاي نأدي العمل بتاعنا في وسط معايير معينة، بس شرط انها تكون عالية الدقة والإحكام. ممكن تبقى ايه كمان؟ التحقيق التام لمتطلبات العميل. لو انا بشتغل في صيدلية او بشتغل في مصنع او في شركة او في غيره، وما قدرتش ان العميل اللي طالب حاجات معينة ما قدرتش احققها له بالكواليتي اللي هو عايزها، بالتالي هيمشي مش هيجي لي تاني. فبالتالي لازم انا اعمل على ايه؟ التحقيق التام لمتطلبات العميل. التطابق بين الاحتياجات والمواصفات. انا عايز اشوف المجتمع عايز ايه او بيدور على ايه، واحاول ان انا اوفره له من خلال مواصفات معينة. بمعنى دلوقتي الخريج بتاعي وهو خارج من الكلية محتاج يكون ايه في المجتمع؟ يعرف في الحاسب الآلي، محتاج اللانجويج بتاعته تبقى حلوة، محتاج ان هو يبقى عنده المهارات الكوميونيكيشن، يقدر ان هو وازاي يعمل سيلينج بطريقة حلوة، ازاي يبيع وازاي يشتري، ازاي الماركتينج بتاعه يبقى حلو. بالتالي انا لازم انا خلال الخمس سنين بتوع الدراسة انا ككلية لازم اوفر للطالب كل المواصفات دي، بحيث ان هو يخرج للمجتمع المحيط قادر يقول لهم انا اهو انا خريج الازهر اهو. ما يبقاش الواحد خارج واقف وسط خريجين من كليات تانية ويجي يقول اصل انا كخريج صيدلة الازهر مش لاقي ليا مكان. بالعكس، انت مكانك دلوقتي بالحاجات اللي الكلية كلها بتوفرها لك، انت تقدر تحط رجلك وتحط بصمتك في المكان وانت مطمئن. ممكن كمان من تعريف الجودة ازاي نعمل الاشياء بطريقة صحيحة من المرة الاولى، بس ممكن يكون فيها نسبة خطأ، وبالتالي لما بطور وبحسن أقدر أعملها بطريقة أفضل في المرة التانية. آخر حاجة ممكن نقولها هي تخفيض مستمر للخسائر. بحاول إن أنا ما أخسرش كتير، وبالتالي أقدر أحسن العمل بتاعي بطريقة مستمر. كل دي طبعا فيها مع تعريف كتيرة جدا جدا جدا، ولكن حاولنا إن إحنا نقول إيه نبذة عن التعريف بتاعها. طيب هل الجودة بقى هي جودة في التعليم بس؟ أو هل هنقول جودة في كلية بس أو في مدرسة بس؟ لا، الجودة بتشمل بمعناها حاجات كتيرة جدا جدا جدا. أهمها الجودة الشخصية، أهمها ورقم واحد فيها الجودة في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. لو إحنا بنصلي أي كلام، لو إحنا مثلا مش بنتعامل مع الناس بأمانة وبإخلاص وغيره وغيره وغيره، يبقى إحنا مفتقدين الجودة ومفتقدين معنى الجودة.
عندنا جودة تانية، ازاي الجودة الصحية بالنفس والبدن، ازاي ان انا احافظ على نفسي، ازاي ان انا دايما اخلي في نظافة شخصية، ازاي ان انا دايما مثلا انا نازل وعارف ان انا تعبان وعندي مثلا كحة ولا عندي اي حاجة لازم لابس الماسك، لازم اعمل تطهير كويس لنفسي. كل دي تعتبر جودة، جودة لنفسي وجودة في ان انا بحافظ على الشخص اللي قدامي. جودة ثقافية وعلمية، أطور نفسي، أتعلم، أخش على النت، أقرأ، أشوف، أسمع من اللي أكبر مني وأشوف خبرات تانية. كل دي جودة ثقافية وعلمية. وآخر حاجة ممكن نتكلم عنها جودة علاقات اجتماعية. جودة علاقات اجتماعية مع زمايلي، مع بابا وماما، مع إخواتي، مع زوجي، مع أولادي. كل دي جودة علاقات اجتماعية أقدر أبنيها. لو أنا ببنيها صح هنلاقي زي ما بيقولوا كده المركب بتاعتنا بتمشي، لكن لو أنا مش ببنيها أساساً أو مش بحاول أشتغل إن أنا أعمل فيها أزود الكوميونيكيشن بتاعي مع الناس بطريقة كويسة وبطريقة فعلاً فيها كواليتي اللي هي الجودة بتاعتنا، بالتالي أنا مش هقدر أبني علاقات مع الناس صح. يبقى الجودة الشخصية، يبقى الجودة عندنا مش جودة في التعليم وبس أو جودة في كلية أو في مدرسة، لا، هي جودة في حياتنا الشخصية أصلاً كمان. فمعناها إنها أسلوب للحياة بتاعنا. لو كلنا متبعين وفي كل حياتنا الطبيعية مش هنلاقي حد يقولك هو يعني إيه جودة. لو أنت بتسأل السؤال ده معناه إن أنت مش عارف تطبقها أصلاً في حياتك، فبالتالي أنت لازم تطبقها في حياتك عشان تقدر تعرف إن هذا المعنى الطبيعي اللي المفروض يبقى موجود في أسلوب حياتنا. طيب لو جينا نتكلم عن ما يخصنا احنا بقى كقطاع الصيدلة، ازاي بيتم تطبيق الجودة في مجال التعليم؟ اقدر اطبقها ازاي؟ لو اقدر برضو اديكم دقيقة وكل واحد يكتب في التشات بوكس ايه يعني مفهومه من ازاي نطبق الجودة في مجال العملية التعليمية. عشان نقدر نطبق الجودة في مجال العملية التعليمية بتاعتنا أو في مجال التدريس بتاعنا، لازم عندنا 5 نقط أساسية لازم نمشي فيهم بالترتيب. رقم 1، لازم قناعة والتزام القيادة، لازم قيادة الكلية أو إدارة الكلية تبقى مقتنعة فعلاً بتطبيق الجودة العملية التعليمية. تمام، في ناس بتقول التأسيس بطريقة صحيحة، جميل، فلازم جودة، لازم القيادة بتاعت الكلية بتاعتنا تبقى فعلاً قادرة تقول ان في جودة وان احنا لازم نطبق الجودة دي. لو هي مش مقتنعة يبقى عمر ما عجلة المسيرة هتمشي. طيب لو القيادة مقتنعة وادارة الكلية كلها مقتنعة وكل اعضاء التدريس مقتنعين وبالتالي بيزقوا العملية التعليمية، ايه اللي المفروض الخطوة التانية نعمله؟ ان احنا ندرس الوضع الحالي اللي احنا واقفين عليه، بمعنى زي التحليل البيئي اللي كنا وزعناه على حضراتكم قبل كده وقلنا لكم قولوا رأيكم في نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات. بنحاول نشوف وضعنا الحالي ايه، ايه اهم نقاط القوة اللي نقدر نستفيد منها وايه اهم نقاط الضعف او النقاط اللي بتحتاج الى تحسين واللي احنا محتاجين نحسنها ونطورها، وبالتالي نقدر ان احنا نبدأ نعمل الخطوة الثالثة وهي خطة العمل بتاعتنا. ازاي نعمل خطة منها نحافظ على نقاط القوة دي او نزودها ونقدر ان احنا نحسن نقاط الضعف بتاعتنا. وبعد كده لازم افضل اتابع التنفيذ ده كل يعني شهر، كل 15 يوم حسب انا عامله الخطه الزمنيه بتاعتي قد ايه، وعلى هذا الاساس ابدا اتابع التنفيذ بتاعها. بعد كده تقييم الاداء بتاعي، ابدا ان انا مثلا كل فتره اقيم بقى دلوقتي الاداء وصل فين، هل انا تم انتهيت من الامور دي ولا لا، طب لو ما انتهيتش منها طب كان ايه سبب عدم انجازها، ابدا اعرف الاسباب. لكن لو حاجه لم تنجز وكتبت انها لم تنجز وخلاص، طب ايه اسبابها؟ ما انا لازم اعرف ايه اسباب عدم الانجاز عشان اقدر ان انا استمر في عمليه التطوير والتحسين. ليه بنتكلم عن جوده في التعليم وليه بنقول لازم يبقى عندنا جوده في التعليم؟ عشان حاجتين اتنين، رقم 1 وهو الاساس الطالب، رقم 2 عضو هيئة التدريس. طب هو الطالب احنا بنعمل علشانه ايه في التعليم؟ الطالب هو اساسا الحلقة الاساسية او البيزكس بتاعتنا اللي بنتكلم عليها، لان هو اللي على اساسه بيقوم العملية التعليمية.
هل لو ما فيش طلاب في الكلية هنقدر ان احنا اساسا نكمل العملية التعليمية؟ لا ما فيش. بالتالي الطالب هو ده رقم واحد اللي بيه نقدر ان احنا نبني العملية التعليمية الصحيحة بتاعتنا، وطبعا جنبا الى جنب مين؟ عضو هيئة التدريس. طيب لما نيجي احنا نقول طبقنا الجودة، ايه فايدة ان احنا طبقنا الجودة؟ او ايه فايدة ان احنا بقينا نقول الطلبة بقوا فاهمين يعني ايه يعيشوا حياتهم بجودة، يعني ايه يذاكروا بجودة، يعني ايه يعملوا كل حاجة في حياتهم بكواليتي كويسة؟ طيب تطبيق الكلام ده في الكلية او في المجتمع كمان هيحصل ايه؟ رقم واحد، هبدأ ان انا لو انت بتحضري ورك شوبس كتير وبتحضري تدريبات كتير و و و هتلاقي السي في بتاعك بقى في حاجات كتيرة جدا 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 قدرتي ان انت تحققيها عن مثلا السنه اللي فاتت. لو جيتي تبصي يعني اللي انت كاتباه السنه دي مع قصاد اللي انت كاتباه السنه اللي فاتت، لا هتبقي انت نجحتي مثلا السنه دي انك تحققي واحد واثنين وثلاثه واربعه. طيب رقم اثنين، لما انا اكون بدير الحياه كلها بطريقه صحيحه هقدر اعمل ما يسمى التدبير الامثل للموارد البشريه والماليه. بمعنى انا مثلا عندي مثلا 50 طالب موجودين في المعمل، طب ما انا اقدر ادير الموضوع ده ازاي؟ انا ممكن اقسم شفتين 25 و25، عملت يعني اداره للموضوع بطريقه مبسطه، وبالتالي حصلت على ان هم ال 25 دول هيوصل لهم العمليه التعليميه كويس، وكذلك الجروب الثاني ال 25 دول. لكن لو حطيت ال 50 مع بعض علشان اقول اوفر وقت ليا كعضو هيئه تدريس، انا ما عملتش جوده في العمليه التعليميه لاني هاثر مع ال 50 طالب دول. طيب ايه تاني ممكن يبقى مردود لتطبيق الجوده؟ ان يحصل عمليه تحسين مستمر، يبدا يحصل تحسين للبنيه التحتيه. وكمان حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي ان انا اقدر احصل على رضا المجتمع الخارجي. يعني زي ما احنا شايفين الاقي ان المجتمع الخارجي لا بقى موافق على الخريجين بطريقه اكتر، بقى في تنافس على انه عايز خريج صيدله بنات ان هو يشتغل عنده، احسن ما يكون ان المجتمع الخارجي لا رافض، لا 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 ده الكليه دي مثلا مش معتمده، لا ده الخريجين بتوعها لا حالتهم مش كويسه خالص، ما بيفهموش مثلا حاجه. لا، انا لما اعمل تطوير عندي في الكليه وتحسين واشتغل على الطالب لغايه ما يخرج بعد كده قادر ينافس فعلا في سوق العمل بطريقه كويسه، يبقى انا بالتالي كسبت رضا المجتمع الخارجي للطالب بتاعي. وغير بقى اهم حاجه برضو ان بيبقى عندي جوده في المناهج والمقررات. اصبحت المناهج والمقررات دلوقتي دايما فيها تطور، دايما محتاجه ان كل سنه اعضاء التدريس بيمسكوا المقررات ويشوفوا ايه اللي ممكن يتنوف عليها، ايه اللي ممكن يتغير في المحتوى بس لا يخل بالمحتوى الاصلي، ولكن يبقى في صوره مثلا مبسطه واسهل على الطلبه، فبقى في جوده في المناهج الدراسيه والمقررات. وحاجة مهمة جدا ودي أساسية برضو، إن نقدر نبني علاقة إيجابية مع الطالب. بمعنى لو الدكتور ما بيعملش حاجة مع الطالب أو بيدخل بس يقول المحاضرة وبيمشي، فهو كده ما عندهوش جودة في العملية التعليمية، لأن ممكن تبقى بتفهم كويس جدا جدا في المنهج الدراسي ولكن بتدخل تقول المحاضرة وتخرج. طيب الطالب اللي قاعد قدامك هيفهم العملية التعليمية وهيفهم الكلام اللي حضرتك هتقوله كعضو هيئة التدريس، لكن هو محتاج كوميونيكيشن مع العضو. وبالتالي لما ابني اشتغل بجودة صح مع الطالب، انا ببني علاقة ايجابية مع الطالب بتاعي. طيب لو الكلية حصلت على الاعتماد او المؤسسة حصلت على الاعتماد، ايه المزايا اللي نقدر نحصل عليها او نقول ان الكلية بقت معتمدة؟ طب ايه فايدة ده؟ او ليه كل الكليات دلوقتي نسمع ان الكلية فلانية حصلت على الاعتماد، الكلية حصلت على تجديد الاعتماد؟ ايه المزايا، ايه العائد من وراء حصول الكلية على الاعتماد؟ رقم واحد، ثقة المجتمع. اصبح المجتمع واثق في الكلية دي، دي كلية معتمدة. معتمدة منين؟ من الهيئة القومية. اصل الهيئة مش هتدي اعتماد لاي كلية كده وخلاص، لازم هتكون تتوفر فيها المقومات المعينة اللي الهيئة شايفة ان فعلا المكان ده مكان يصلح كمكان تعليمي او ان هو يؤدي خدمة التعليم. فبالتالي المجتمع لما بيشوف الكلية دي تم اعتمادها او تم تجديد الاعتماد بتاعها، اصبح عنده ثقة جامدة جدا في المكان ده، بالتالي هو اللي يجي يتعاون مع الكلية، ونقدر نعمل معاه شراكات مختلفة، نقدر نعمل تدريب للبنات، نقدر نعمل مثلا آليات نطبقها معاه، نبدأ نعمل بروتوكولات تعاون مع الجهات المختلفة. رقم اتنين، ممكن المجتمع يثق فيا لكن ممكن سوق العمل أثناء الناس الطلبة ما تيجي تشتغل فيه ما يبقاش فيه تقدير، لكن وانس ان الكلية معتمدة ده بيخلي سوق العمل عينه أكتر على الخريج بتاع الكلية،
تيجي تقدمي في مكان يقول لك انت خريجه ايه، انا خريجه كذا، لو الكليه دي مش معتمده وهم بيبقوا فاهمين كويس قوي الكليات المعتمده واللي مش معتمده، لا ما معنى كده ان الجوده عندكم ما كانتش كويسه او جوده العمليه التعليميه ما كانتش كويسه فما خدتوش الاعتماد. لكن لو احنا واخدينه او الكليه اللي اي كليه واخده الاعتماد، الخريجين بتوعها هيبقوا ساعتها لاقيين زي ما بيقولوا مكانتهم كده في سوق العمل، فبالتالي سوق العمل هيقدرهم كويس قوي، وبالتالي يقدر يوفر نوفر فرص عمل للخريجين. يبقى هل كل الاماكن اللي الطلبه هتروح تشتغل فيها هتتاخد على طول؟ لا طبعا، بيعملوا انترفيو ويبداوا يفلتروا الناس من من خلال الانترفيو، وبالتالي لو سوق العمل عارف كويس قوي ان الكليه دي حصلت على الاعتماد بيكون ليهم بريوريتي في ترتيب الكليات، يبدا ياخد بيها افضل الطالبات بتوع خريجين الكليات دي ويبدا ان هو ياخدهم عنده في الشغل. يبقى معنى كده ان احنا ككليه بعد اعتمادها بتقدر انها توفر فرص عمل لكل الخريجين. من ضمن الحاجات برضو بيحصل الكليه على مكانه مرموقه، بمعنى ايه؟ بمعنى ان خلاص بيبقى ليها بقى مكانه او اسمها مسمع زي ما بيقولوا، فبالتالي ما تبقاش كليه كده ما مش باينه، لا اسمها مسمع في كل حاجه من خلال الاعتماد، من خلال الانشطه بتاعتها اللي هي بتقوم بيها، لانك عمر الكليه ما هتاخد اعتماد وهتاخد الشهاده بتاعته ويتختم عليها بالاكريديتيشن الا لو كانت فعلا بتطبق جوده العمليه التعليميه بطريقه صحيحه. لو جينا احنا اتكلمنا عن الطالب وقلنا في عندنا البارت الثاني عضو هيئه التدريس، حبيت احط لكم بس السلايد دي علشان تعرفوا قد ايه الحمد لله اعضاء هيئه التدريس عندنا يعني وتطبيق الكواليتي عندهم في حياتهم في كل حاجه، سواء في كفاءتهم في الشرح للطلبه او سواء في العمليه البحثيه بتاعتهم. ادي ده التطور بتاع الابحاث بتاع اعضاء هيئه التدريس من سنه 17 18 لغايه ما وصلنا في سنه 19 20. شايفين عدد الابحاث زاد قد ايه، وبالتالي كان يعني اجمالي كان اعضاء التدريس مثلا عندنا 80 عضو في 19 20، كان كم النشر الدولي كان 102 بحث، وكان النشر المحلي 4 ابحاث. وشايفين فرق كبير بين ان عضو ينشر في مجله دوليه وبين انه ينشر في مجله محليه، وده بالتالي بيؤكد قد ايه ان مش اي بحث طبعا بيتقبل في مجله دوليه، فبالتالي لما يتقبل 102 بحث لاعضاء هيئه التدريس في خلال سنة خلال 19 20 معنى كده ان ابحاثهم فعلا كانت بكفاءة كويسة جدا وكانت بكواليتي عالية جدا، وده الحمد لله دليل ان اعضاء التدريس بيشتغلوا على نفسهم وبيطوروا من نفسهم وبيحسنوا من نفسهم في كل شيء، عشان كده وصل الانتاج البحثي بتاعهم في 19 20 لهذا الحد. طيب السؤال اللي بيدور في ذهن كل واحدة فينا سواء طالبة سواء عضو هيئة تدريس سواء إداري سواء عامل أي حد، إيه هو دوري في الجودة؟ يا ترى أنا هعمل إيه؟ طب بعد كل الكلام اللي إحنا اتكلمنا ده أنا دوري إيه؟ سواء طالبة أو سواء هيئة معاونة سواء عضو هيئة تدريس، أنا دوري أعمل إيه؟ تعالوا نعرف دور كل واحد فينا إيه. أولا لو هنتكلم عن الأدوار، فالجودة مش مرتبطة بطالب بس ولا بعامل ولا بإداري ولا بأي حد، هي مرتبطة بسلسلة حلقة كلنا متوصلين ببعض، ابتداء من القيادة الأكاديمية للكلية، ابتداء تاني حاجة أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب والخريجين. الخمس بنود دول هم دول أساس الجودة في الكلية، ما ينفعش واحد منهم يقول أنا مش هشتغل، ما ينفعش واحد منهم يقول أنا ماليش دور، كل واحد من دول كلنا في سلسلة واحدة، فكل واحد من دول بيسلم للي بعده المهام بتاعته، وبالتالي لازم كل واحد من دول يبقى ليه دور. طيب تعالوا نمسك كل بوينت من دي ونعرف دوره يا ترى هيكون ايه. القيادة الأكاديمية دورها الأساسي رقم واحد انها تبقى مقتنعة وملتزمة بكلام الجودة ومقتنعة بتنفيذه ومقتنعة ان الجودة دي ليها دور مهم جدا جدا في الكلية. لو القيادة نفسها مش مقتنعة يبقى عمر ما هيكون في دعم، عمر ما هيكون في تشجيع، عمر ما هيكون في اي حاجة تساعد في التطوير والتحسين في الكلية. يبقى لازم القيادة تبقى مقتنعة، لأن إيمان القيادة بالجودة فهو دي المسؤولية الأولى اللي تخلي العجلة تمشي، لو ما كانتش هي مقتنعة فالموضوع هيقف تماما. والحمد لله والله الحمد الكلية عندنا يعني بتزق العملية التعليمية بكل ما أوتيت من قوة وبتساعد في الجودة بصراحة بكل ما أوتيت برضو من قوة.
تاني حاجة عندنا الدعم والتشجيع، وإزاي تتابع أسلوب التنفيذ، ودايما ها وصلنا لإيه، عملنا لإيه. لكن لو الأعضاء كلهم شايفين القيادة مثلا ما بتسألش عن تنفيذ أي خطط، يا ترى الحاجة تمت ولا ما تمتش، ما حدش هيشتغل. فبالتالي لازم أساس السلسلة من فوق اللي هي القيادة دايما تبقى متابعة أسلوب التنفيذ. وده الحمد لله ولله الحمد اللي بيحصل عندنا أصلا في الكلية، وتقريبا من أكتر الكليات اللي بتلاقوا القيادات بتاعتها مصحصحة كده ومركزة على الشغل، وكين إن الحاجة تتم بأفضل صورة الحمد لله. طب دور الأستاذ إيه؟ دور الأستاذ رقم واحد إنه يأثر في شخصية الطالب، زي ما قلنا قبل كده إنه هيبني علاقة إيجابية معاه، يخرج الطالب من المحاضرة أو من المعمل يقول بارك الله في الأستاذ ده، ربنا يكرمه الأستاذ ده، يخرج منه متعلم حاجة مش شرط تعليمية، ممكن يخرج منه متعلم حاجة في دنيته، في حياته، في طريقة علاقته مع الناس. طيب دور الأستاذ كمان إيه؟ بيبدأ ينشر الوعي بتوصيف المقرر، ويبدأ يجي مثلا في أول المحاضرة يقول لكم هناخد واحد اتنين تلاتة، المفروض تخرج مع الكورس ده عارف واحد اتنين تلاتة، ايه الأهداف اللي انت لازم تعرفها من خلال الكورس. بعد كده ممكن كمان من إحدى أدواره، طبعا هي دور الأستاذ كبير ولكن احنا بنحاول نمنشن لحاجات معينة، استخدام طرق تدريس فعالة، يحاول ان هو دايما يعمل انتراكشن مع الطلبة، طرق التدريس بتاعته تبقى دايما متطورة ويبقى دايما فيها تحديث. دلوقتي التكنولوجيا وعصر التكنولوجيا فيه تطور سريع جدا، فلازم أعضاء التدريس كلهم يحاولوا ان هم يواكبوا التطور التكنولوجيا عشان نقدر نوصل بيكم يعني لأكتر مكان ان شاء الله بإذن الله يكون مفضل. معنى كده ان احنا عايزين نتحول بالأستاذ ده ونحول الدور بتاعه من إلى، عايزين نحوله من إيه؟ من واحد مجرد إن هو مسيطر وملقن إلى قائد ومسير ومناقش للطلبة بيعمل على إطلاق طاقتهم. يبقى إحنا كده لما الأستاذ ده هيطبق الحاجات الأساسية اللي هي فعلا في جودة العملية التعليمية، هيتحول تماما من الشخصية دي إلى الشخصية الأخرى. هيتحول من إنه إنسان نمطي والتفكير بتاعه ناقد على طول ينقد الناس أو ينقد الطلبة أو يتحول إلى صديق داعم ومبدع ومبتكر، وبالتالي هيقرب من الطلبة. نوصل للمرحلة الأخيرة اللي هي بنقول عليها إيه، بيبني علاقة إيجابية مع الطلاب. هيتحول من مجرد إن واحد بيشوف أدي المحاضرة بتاعتي وفي الآخر أشوف الدرجة كام، يعني بعمل قياس للتحصيل، ها تم التحصيل ولا ما تمش، جاب كام الطالب وخلاص، إلى حاجة تانية التقييم الشامل لشخصية الطالب. معنى كده إن أنا مش بقيم الطالب بدرجته، أنا بقيمه بحاجات كتيرة قوي، بسلوكه، بأخلاقه، بحاجات كتير، بشطارته، بتعبيره في الكتابة، ممكن يكون ما يكتبش الحاجة بيرفكت بس بيحاول يعبر بأحسن صورة ويديني برضو المعلومة المفيدة. بالتالي إحنا حولنا الأستاذ من الدور القديم خالص خالص إلى دور تاني مواكب للعصر الحديث. الطالب بقى هو ده أهم حاجة، أهم حاجة كلنا بنركز عليها. يا ترى إيه هو دوره في الجودة؟ هل دوره لازم يبقى في الصورة اللي إحنا شايفينها دي، مجرد بيفكر هذاكر إيه، هعمل إيه وخلاص، دوره محصور في كده؟ بالعكس، دور الطالب كبير جدا. من أدوار الطالب يتعلم، هيتعلم المحاضرات وهيتعلم من هيتعلم من كل حاجة في حياته حواليه يقدر يتعلم منها. يتعلم اتنين، يقرأ. مش شرط ان كل حاجة عندك انت تبقى واخدها في المحاضرة او ان هو بس كتاب في ايديك انا احفظه وخلاص، لا، اقرأ من سورس تاني، حاول تدور على سورس تاني يديك المعلومة، اجتهد يعني ذاكر بجد وباجتهاد، ورتب افكارك ورتب الامور في دماغك الاول وحط اولويات ليك علشان تقدر ان انت تحصل على اعلى الدرجات. ابحث عن المعلومة في اي مكان انت تعرف تجيب منه المعلومة، بمعنى ان المعلومات مش موجودة في صندوق ومقفول، لا، دلوقتي كل حاجة متاحة، اسأل حد اكبر منك، اسأل ناس عندها خبرة، دور على النت، لو مش عارف ان انت تسأل حد او مش واثق في انك تسأل حد دور على النت، هتلاقي في كل مكان المعلومات اللي تقدر تديك اللي انت عايزه. بعد كده شارك، هتشارك في ايه علشان تنجح وتتميز؟ هتشارك في ايه؟ شارك في كل أنشطة الكلية، حاول انك تخرجه من ان انا طالب علي ان انا امسك كتاب واحفظه واذاكره عشان اجيب فيه درجة، لان انا ابقى انسان فعال. انسان فعال يعني معناها ان انا بشترك في كل الأنشطة،
سواء أنشطة ثقافية، سواء بقى أنشطة اجتماعية وفيها خدمة مجتمع، شارك حتى برأيك، يعني خليك إنسان إيجابي، شارك حتى برأيك زي بالظبط الاستبيانات اللي بنبعتها لكم، يبقى شارك حتى برأيي في الاستبيان. ومشاركتكم في الاستبيان دي نقطة مهمة جدا، لأن على أساسها بنبدأ إن إحنا نحط الخطة بتاعتنا في التطوير وفي التحسين، أو نشوف إيه المشاكل اللي قابلتكم من ناحية آرائكم في الاستبيانات، وبالتالي نقدر نعمل تقرير عنها. نقطة مهمة أنا ما قلتهاش، وهي العب. العب؟ العب. الأنشطة اللي عندنا في الكلية مليانة مليانة حاجات ترفيهية، وعندنا رحلات وعندنا الأنشطة، ويعني كل حاجة عندنا ممكن إن إحنا نرفه بيها عن نفسنا. عايزين نخرج من الموضوع ده، إن الموضوع ما هواش مذاكرة وبس. المذاكرة مهمة والعملية التعليمية مهمة جدا جدا، ولكن أنا لازم أنمي مهاراتي وقدراتي كطالب. فدوري في الحاجات دي كلها يساعد الكلية إنها تطورك، لأن إحنا مش هينفع إن إحنا نطورك لوحدك وإنت قاعد في مكانك مش عايز تتزق. لازم أنت كمان تكون بتسعى إنك تغير في الشخصية بتاعتك عشان تقدر تواكب العصر اللي إنت عايش فيه، وبالتالي أي تطور الكلية عايزة تعمله أنت هتقدر تستفيد منه وهتقدر تستجيب ليه. يبقى معنى كده أن دور الطالب بيتحول من مجرد أنه متلقي ومشارك، أنه بيتلقى المعلومة وبيشارك مشاركة بس محدودة، عايز يحفظ المعلومة ويحفظ المحاضرة ويجري يقول الكلمتين في الامتحان، يقدر أنه هو يتحول من منظور الجودة لمن متلقي ومشارك لفعلا إنسان فاعل وإنسان خلاق، يقدر يناقش، يقدر يحاور، يقدر يبقى ليه أفكار، بالعكس يقدر يبدع في أنه هو يطلع أفكار كبيرة جدا جدا وكويسة جدا. طيب بالنسبة للخريج، طب هل اللي اتخرج من الكلية ومشي ملوش دور معنا في الجودة؟ لا بالعكس، ده ليه دور كبير جدا 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 كمان. طب دوره ايه؟ هو بره سور الكلية، وبالتالي يقدر ان هو يوعي الناس عن الكلية، يبدأ ان هو يقول لهم يا جماعة ده في كلية الصيدلة بنات عاملة كذا كذا كذا، ده في كلية عاملة الحاضنة، ده في الكلية عاملة أنشطة، وبالتالي يقدر يشارك كمان في البرامج بتاعة التوعية بتاعة الكلية. زي لما عملنا الحملة بتاعة المضاد الحيوي، في بنات من الخريجات قالوا جم عايزين ياخدوا بوسترز وعايزين ياخدوا الفلايرز عشان ينزلوا يوعوا في الأماكن بتاعتهم. يبقى ده دور ليهم، دور يبقى دورهم ما بينقطعش بمجرد خروجهم من الكلية، لا بالعكس، ده ليهم كمان بعض نماذج الاستبيانات بنبدأ نبعتها لهم عشان نشوف رأيهم ايه بعد ما تخرجوا من الكلية ونزلوا على أرض الواقع ودخلوا سوق العمل، نبدأ نعرف ايه المشاكل اللي بتواجههم، هم يدونا النقط دي نقدر احنا نحسنها ونطورها، فنقدر نطلع الدفعات اللي بعد كده ما تقابلهاش نفس المشاكل اللي قابلوها الخريجين مثلا القدامى. وبالتالي يبقى كل واحد فينا ليه دور في العملية التعليمية، سواء رؤساء أقسام، سواء مسؤول الجودة والعميد والطلاب والعاملين والمدرسين، كل واحد مننا ليه منظومة في العملية التعليمية. يبقى نخرج من كل اللي احنا قلناه ده قبل كده، إن الجودة هي مسؤولية الجميع، مفيش حد يقول أنا مش مسؤول، لا، أنت حتى لو ما كنتش عضو جوه الوحدة فأنت مسؤول إنك تطبق جودة العملية التعليمية بالطرق الأساسية، عشان كلنا في الآخر زي ما بيقولوا في سلسلة واحدة أو في مركب واحدة، لما هتنجح المركب دي كلها هيقولوا كلية الصيدلة بنات، ولو لا قدر الله وقفت المركب دي هيقولوا برضو كلية الصيدلة بنات. فكل واحد فينا مسؤول إنه ينفذ الجودة دي بأفضل صورة وبكل ما أوتي من قوة. طيب من مجالات بقى اشتراك الطالبات في الأنشطة، معانا نهال خالد، هي طالبة في نادي صديقات الجودة، فهي ممكن تقول لنا على اشتراك الطالبات في الأنشطة بيتم ازاي. تفضل يا نهال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي، يبدو ان نهال عندها مشكلة في المايك. طيب من مجالات اشتراك الطالبات في الأنشطة، يا اما تكون أنشطة خارج الكلية زي مثلا أنشطة لجنة خدمة المجتمع، التبرع بالدم، القوافل الطبية، الحملات اللي تمت زي عن تطبيق الإجراءات الاحترازية في الكورونا، أو مثلا حملة المضاد الحيوي، أو مجالات وحاجات تانية برضو كتير بتبقى عندنا في الأنشطة الخارجية، حملات توعية، ورش عمل مثلا في مصانع في أماكن تانية. طيب أو حاجات داخل الكلية، أنشطة داخل الكلية زي إيه؟ ممكن يبقى عضو في مجلس إدارة وحدة الجودة، أو في نادي صديقات الجودة. وصديقات الجودة ده بيبقى نادي يعني الطلبة زي ما بيقولوا كده بيطلعوا فيه كل المهارات بتاعتهم،
بيبقى في مثلا جزء للديزاين لو عايزين يعملوا ديزاين تصميمات معينه للفلايرز البوسترز او غير بيشاركوا في بعض الانشطه اللي تمت في القوافل الطبيه او في التبرع بالدم او في حمله المضاد الحيوي وغير كده كتير. بالنسبه لمجلس الكليه للطالبات المجلس ده بيبقى فيه ممثلين من كل فرقه. فايدة المجلس ده ان احنا بنقدر نتعرف ايه المشاكل اللي ممكن تقابل الطلبة في كل فرقة وبالتالي نقدر نعرف نحلها ازاي، فبيبقى فيه ممثل من كل فرقة هو اللي بيوصل لنا صوت الفرقة دي. لجنة الدعم الطلابي ودي بنقدم فيها الدعم لكل الطلبة سواء دعم مادي او دعم اجتماعي او دعم نفسي، كل الدعم المتوفر لأعضاء التدريس يقدروا يقدموا للطلبة بيقدموا من خلال لجنة الدعم الطلابي. وطبعا مش اخر حاجه بس دي برضو نبذه عن الحاجات اللي ممكن الطلبه تشارك فيها، لجنه التوثيق والاعلام زي اللجنه الجميله اللي عندنا في الكليه بتوثق كل حدث وكل نشاط عندنا وبيبدا ينزل على صفحه الفيس بتاعه الكليه، يبدا ينزل على قناه اليوتيوب بتاعه الكليه، ويا ريت تدخلوا يا بنات على القناه فعلوها وبرضو تزيدوا الاشتراك فيها وتدخلوا برضو على صفحة الكلية وتتابعوا إيه كل الأمور الجديدة اللي بتنزل وإيه الأنشطة الجديدة اللي الكلية بتنزل بتنزلها، وكذلك برضو على الموقع بتاع الكلية. وممكن ننزل لكم اللينكات بتاعة كل وسائل التواصل دي بتاعة الإلكترونية على إن شاء الله الشات بوكس لو دكتورة مونة معنا ياريت تنزلها لنا، فبالتالي تقدروا أنكم تدخلوا وتشتركوا على الحاجات دي كلها. أهداف وحدة ضمان الجودة عندنا في الكلية، إيه أهداف وحدة ضمان الجودة؟ إن إحنا بنعمل الأول زي ما قلنا بنعد الخطة، الخطة دي تشمل بقى الخطة بتاعة التطوير والتحسين، الخطة التدريبية أصلاً سواء لأعضاء هيئة التدريس زي مثلا الخطة التدريبية اللي معمولة دلوقتي وبيبقى معمول اليوم كذا في وركشوبس كذا من الساعة كذا للساعة كذا، بيبقى في خطة زمنية لكل حاجة عندنا. امتى هيتم متابعه تقارير كذا، امتى الاقسام هتسلم كذا، امتى الطلبه هتعمل كذا، كل حاجه بيبقى ليها تايم وبيبقى ليها عنصر كده امتى هتتم ومين مسؤول التنفيذ بتاعها. بنبدا ناكد على ايه اهم نقاط الضعف اللي احنا شايفينها موجوده ولمسينها في ايدينا من كل التقارير اللي بتجيلنا من الطلبه او من الاقسام من خلال الاستبيانات، ونعرف ايه اهم نقاط الضعف دي ونبدا ان احنا نشوف ايه اجراءات تحسينها، ايه الاجراءات اللي الكليه لازم تاخدها وبالتالي نقدر نتغلب على نقاط الضعف دي. وده بنعرفه ازاي ان احنا اتغلبنا عليه لما نلاقي الاستبيان بعد كده نيجي نبعته تاني ونلاقي طبعا الاراء الحمد لله مثلا مختلفه او كده، فبالتالي ده معناه ان احنا التحسين اللي عملناه فعلا كان ليه دور كبير. اهم حاجه برضو عشان الموضوع يتم عمله بصوره كويسه ويتم عمله ويظهر للنور زي ما بيقولوا ان احنا بنركز على العمل الجماعي. لما بيكون مثلا في نشاط او يكون في مثلا حمله او يكون في كذا قلنا لكم كل مجموعه تنزل مع بعض، كل ما بيكون العمل جماعي كل ما بيبقى في توفير للوقت والمجهود وكل ما بيبقى في انجاز اكتر. طيب ليه دلوقتي احنا بيزيد الاهتمام بتطبيق اداره الجوده الشامله؟ ليه دايما عمالين نقول عايزين نطبق الجوده في الجامعات، عايزين نطبق الجوده في المؤسسات، في المدارس، في كذا؟ ايه السبب؟ رقم واحد، لو الإنسان فعلا ده أو المكان ده فعلا بيطبق الجودة صح فأنا حققت أداء عالي في العملية التعليمية، معنى كده إن مفيش غلطة واحدة في أي عملية تعليمية في المكان ده، في أي مقرر، في أي حاجة، بالتالي خرجت بطالب قادر فعلا ينافس في سوق العمل. الحاجة إلى التعليم مدى الحياة، يعني إيه الحاجة إلى التعليم مدى الحياة؟ إن التعليم عندنا ما بقاش مقتصر إن الشخص ياخد مثلا البكالوريوس أو الليسانس ويقعد في البيت. دلوقتي التعليم مستمر، في ماجستير، في دكتوراه، في دبلومات، في ناس مش عارفه عايزه تحضر في ايه، في ناس عايزه تحضر في كذا، في ناس بتسافر تكمل وتاخد البوست دكتورز من بره، بالتالي في تعليم بقى مستمر، الصوره اتغيرت عن الصوره القديمه تماما في العمليه التعليميه. ايه تاني خلانا نقول تطبيق الجوده؟ كورونا واللي حصل فيها وتوقفت كل حاجه، بالعكس الناس كلها التزمت في المنازل، اصبح ده حاجه بتؤثر على المجتمع بل بالعكس بتؤثر على العالم كله، اصبح تهديد. والحمد لله ولله الحمد احنا ككليه كنا من اولى الكليات الرائدات في ان احنا نحول التهديد بتاع جائحه كورونا ده الى فرصه
طب تحولناها لفرصة ازاي؟ ان احنا عملنا كملنا العملية التعليمية بتاعتنا كلها من خلال لجنة التعليم عن بعد، كملناها اونلاين. كنا احنا من اولى الكليات الرائدات اللي بدأت تدي وركشوبس وتدي ورش عمل لكل الكليات الاخرى، وبالتالي قدرنا ان احنا نقول لهم العملية التعليمية تمشي ازاي، او انكم تكملوا العملية التعليمية ازاي اونلاين. وبالتالي كانت دي من ابسط الحاجات اللي احنا قدرنا نقدمها، منها خدمة للمجتمع وفي نفس الوقت منها ان احنا قدرنا نتغلب على موضوع الجائحة. بعد كده الزيادة المستمرة في اعداد الطلاب، الطلاب عمالة تزيد باستمرار، وبالتالي لو احنا مش قادرين نحتوي الزيادة دي ايه اللي هيحصل؟ لو احنا مش قادرين نحتوي الزيادة دي ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان الطلاب عمالة تستمر بزيادة كبيرة جدا، ومش قادرين نعلمهم كويس، مش قادرين نخرج بيهم ناس قادرين يعني يواكبوا المجتمع من برة، وبالتالي يعني الزيادة اللي داخلة الكلية هتعتبر ملهاش اي قيمة. فاحنا لازم الزيادة اللي داخلة دي احنا نقدر نشتغل عليها ونعلمها صح. من اهم كمان حاجات في ادارة الجودة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. دلوقتي بقى اصبحت التكنولوجيا يعني هي المتطور، التطور السريع اللي حصل فيها خلى كل الناس او كل الجامعات بتتسابق ازاي تقدر تلاحق التكنولوجيا دي، من ناحية بقى البرامج في الكمبيوترز الكتير، من ناحية الانترنت، من ناحية كل حاجة. وبالتالي لازم يبقى عندنا دايما وعي بيها، ونقدر نوعي بيها الطلبة واعضاء التدريس، فنقدر ان احنا نتغلب على او نبقى فايزين في المنافسة الشديدة اللي بتتم بين المؤسسات التعليمية. لان كم كليات الصيدلة اللي فاتح دلوقتي في المجتمع يعني حدث ولا حرج، وسواء بقى كليات صيدلة في الاهلية، الاهلية او الجامعات الخاصة او الحكومية، وغير كده ان الدول ان الكليات الصيدلة اللي هي الاجنبية كمان اتفتح لها فروع هنا في مصر، وبالتالي بقى في منافسة شديدة جدا 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 من ناحية القطاع الطبي. تعظيم المسؤولية تجاه المجتمع، ان كل مكان من دول عشان يقدر ان هو يثبت نفسه لازم يقول مش من خلال الطلبة بس، يقول انا بقدم ايه خدمة للمجتمع فاقدر ان انا اظهر، او اقدر ان انا ابين اسمي من خلال ايه؟ من خلال ان احنا بنقدم ايه خدمة للمجتمع. حسب بقى اللي يقدر يقدم الوركشوبس، اللي يقدر يقدم تدريبات، اللي يقدر يقدم غير كده كل الحاجات دي، فبالتالي قدرنا نعظم المسؤولية اتجاه المجتمع. عايزين نتذكر دايما حاجة، ان احنا عشان نعمل اداء تعليمي افضل فان الجودة دي هي رحلة مستمرة مش محطة وصول. بمعنى ان احنا لما وصلنا واخدنا الاعتماد قبل كده في 2018 ما كانتش دي محطة الوصول اللي احنا وصلنا لها ووقفنا، لا، استمرت الكلية من 2018 وحتى عامنا هذا، وكل سنة بعد كده لازم هيكون في استمرار في الجودة. هي رحلة مستمرة بادية من قبل ما ناخد الجودة لغاية ما أخدناها لغاية فيما بعد إن شاء الله. الجودة ما بقتش مجرد أنه مطلب وظيفي، أن لازم أن الكلية تبقى واخدة الجودة أو أن المؤسسة تبقى واخدة الجودة، لا، هي مبدأ إسلامي، مبدأ ديننا هو اللي حسنا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حسنا عليها، مبدأ ديننا بيتمسك بيها أن إحنا لازم يبقى فيه جودة. زي ما قلنا في الأول، جودة في علاقتك مع ربنا، جودة في علاقتك مع الناس، جودة في كل الحياة وكل المجالات اللي أنت بتمشي فيها. إذا طبقناها صح بكل النقاط بتاعتها هنبدأ نقول فعلا ان احنا ناجحين في حياتنا، لكن ما ينفعش ان احنا نبقى بنوصلها من منظور انها مطلب وظيفي فقط، ما ينفعش. واخيرا اختم بقول الله عز وجل، ان اريد الا اصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. وزي ما احنا شايفين في الصورة ان فعلا الجودة محتاجة دعم جامد جدا جدا عشان تتم، عشان نطلع بخريجين منافسين في سوق العمل، محتاجين دعم من الطلبة ان هم يساعدونا ان احنا نقدر نوصل لهم العملية التعليمية بصورة صحيحة، بان هم يطوروا نفسهم ويساعدوا نفسهم عشان احنا نقدر نساعد معهم. لان حد لوحده بس هو اللي بيشتغل وبيزق مش هيقدر، فانتوا لازم كطلبة تساعدونا ان احنا نقدر نوصل لكم كل المعلومات بطريقة سلسة مبسطة. احنا هنعمل اللي علينا واللي ربنا سبحانه وتعالى قدرنا عليه، ولكن انتم مجهودكم ان انتم تبدأوا تسعوا انكم ازاي تطوروا وتحسنوا من نفسكم. شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.